أكد قائد الجيش الإيراني عبد الرحيم موسوي أن بلاده لا تسعى إلى الحرب مع أي دولة. من جانبه شدد وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي على أن احتجاز بريطانيا لناقلة إيرانية بمثابة تهديد، لافتا في الوقت ذاته إلى أن إسقاط إيران للطائرات الأمريكية المسيرة الشهر الماضي بعث برسالة بأن طهران ستدافع عن حدودها.